سوريا أين قتل 3 مدنيين وأصيب 9 آخرون بقصف روسي لبلدة ترمانين في إدلب. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع إثر الغارة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة. في ريف حلب الشمالي استهدفت وحدات كردية بالقذائف الصاروخية مدينة مارع التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. المدفعية التركية ردت على مصادر النيران دون ورود أي أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح. هذا وأفاد مراسلنا في ريف حلب أن الجيش التركي استهدف أيضا مواقع يسيطر عليها المسلحون الأكراد وقوات النظام في تل رفعت ومناخ بالمدفعية الثقيلة. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب مراسلنا من ريف حلب قحطان مصطفى. قحطان أهلا بك. على الصعيد السياسي لا جديد يذكر بخصوص سوريا، ماذا عن الأوضاع الميدانية خصوصا في منطقة ريف حلب الشمالي؟ نعم، بالفعل يوم أمس قصف قوات طبعا الجيش الوطني وأيضا القوات التركية مواقع تابعة للوحدات الكردية في ريف حلب الشمالي في مدينة تل رفعت التي يستولي عليها أو التي يسيطر عليها هذه المنطقة. هي تعد منطقة خطرة في ريف حلب الشمالي والتي تستهدف عدد من المواقع في ريف حلب الشمالي ومنها مدينة مارع التي قصفت يوم أمس بصواريخ بعيدة المدى، أي صواريخ الجراد، وأيضا بقذائف المدفعية دون وقوع اي يعني قتلى او جرحى في صفوف المدنيين. كان الاستهداف في محيط القواعد التركيه المتواجده في ريف حلب الشمالي. ردت المدفعيه التركيه ايضا على مصادر هذه النيران. اذا طبعا في ريف حلب الغربي في الجبهه الساخنه في محيط مدينه في هذه الجبهه التي لا تزال مشتعله تحقق قوات النظام التقدم اكثر في العمق، لكن هناك مقاومه شرسه وعنيفه من قبل قوات المعارضه في قصف هذه الهجمات. اشكرك جزيل الشكر مراسلنا في ريف حلب قحطان مصطفى على كل ما تفضلت به.